ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني. النادي الاهلي ان شاء الله هنبتدئ بقى يعني مع يوم الجمعه القادم مباراه المقاولين العرب، هيكون عندنا ثلاث مباريات مهمين جدا في الفتره اللي جايه. المقاولين العرب، غزل المحله، سموحه. ثلاث مباريات انا بعتبرهم مباريات كؤوس. الحمد لله النادي الاهلي متصدر في الوقت الحالي من ثلاث مكاسب في الجولات الاولى من اول ثلاث ماتشات امام الاسماعيلي، البنك الاهلي، الزمالك. الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا، فترة محتاجين فيها كل اللعيبة، هيكون في فترة توقف كبيرة برضو لمنتخبنا الوطني، محتاجين النادي الأهلي الثلاث ماتشات دول يكون فيهم حافز ودافع كبير جدا، علشان لما يكون في توقف يكون النادي الأهلي على الصدارة، فعلشان كده أنا بعتبر الفترة اللي جاية أو الثلاث ماتشات القادمين هما مباريات كؤوس، مباريات كؤوس، إن شاء الله يكون فيهم توفيق مستر موسيماني ولاعيبي النادي الاهلي ونقدر ان شاء الله نفوز في الثلاث مباريات. ده كان بالنسبه للنادي الاهلي منتخبنا الوطني.